بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في فيديو جديد على قناة القرية المعرفية، الفيديو سنتطرق فيه إلى وسيلة أخرى من وسائل زيادة المشاهدات على فيديوهاتنا، وهذه الوسيلة هي عبارة عن شاشة النهاية وأيضا بطاقات شاشة النهاية، أو كما تسمى بالإنجليزية إند سكرين أو إكران أو إكران دو فان بالفرنسية. والعنصر الثاني هو فيش كاردز أو البطاقات باللغة العربية. في هذا الفيديو سأريكم كيف يمكنكم إضافة شاشة النهاية إلى فيديوهاتكم، وتتجلى أهمية شاشة النهاية في أن المتصفح أو القارئ لمحتوى الفيديوهات تظهر له هذه الشاشة في نهاية الفيديو، يمكن أن تشكل له حافزا لمتابعة الفيديو التالي من فيديوهات قناتكم. إذن لإضافة شاشة النهاية، إذن سندخل إلى قناتنا على اليوتيوب. شاشة النهاية تكون على الشكل التالي: طرق العمل والربح من الإنترنت، أضخم 21 حيوان على سطح الأرض، إلى الآخر. ثم تظهر شاشة النهاية بطرق مختلفة، إما عن طريق هذه، إما كالتالي، أو عبر 3 فيديوهات ولوجو. المهم، هناك طرق كثيرة وأشكال كثيرة تظهر عليها شاشة النهاية من هذا الشكل. نقوم بالدخول إلى قناتنا، ثم يوتيوب ستوديو، بعد ذلك نذهب ل أي فيديو نريد إضافة شاشة النهاية له، مثلا هذا الفيديو، ونقوم ب موديفيكاسيون. هنا العنوان والوصف، ننزل قليلا أسفل البلاي ليست، توجد هنا إكران دو فان، وأسفلها مباشرة فيش، يعني هنا إند سكرين أو شاشة النهاية، وهنا ما يسمى بالكارس أو البطاقات. نقوم بالضغط على رمز القلم ونختار الشكل الذي نريد، أما هذا الشكل أو هذا أو هذا، أي شكل نحدده نختاره. مثلا نختار هنا، يقول لنا نختار الفيديو الأخير الذي قمنا بتحميله على القناة. وهنا في الوسط إذا ضغطنا الوسط سنترك اليوتيوب هو الذي يختار لنا الفيديو، إذا ضغطنا على الأخير سنختار أي فيديو نريد. إذن أنا سأضع الفيديو، اليوتيوب هو الذي سيختار لي محتوى هذا الفيديو، بعد ذلك سأضيف الفيديو الثاني. سأختار فقط سيمبول أو لوجو،
ثم العنصر الثالث فيديو، سأختار من الفيديو الذي أريده. مثلا سأختار هذا الفيديو، ثم بعد الانتهاء سأقوم بسيف أو انرجستري. هكذا نكون قد أضفنا شاشة النهاية. سنرى كيف ستبدو. سأذهب مباشرة إلى آخر الفيديو. إذن ها هي كيف تبدو شاشة النهاية على هذا الفيديو. هنا يظهر اللوجو وتعريف عن قناتنا، قناة القرية المعرفية، وهنا فيديوهات القناة. فيديو أنجح وأحدث 10 طرق للعمل والربح من الإنترنت اختاره لنا اليوتيوب. الفيديو الثاني الامتيازات الضريبية للمقاول الذاتي، قلنا باختياره نحن. هكذا نكون قد انتهينا. الآن سأريكم كيف نضيف ما يسمى بالفيش أو كاردز أو البطاقات باللغة العربية. وفي نفس المكان الذي قمنا فيه بإضافة شاشة النهاية، أسفل شاشة النهاية هناك البطاقات فيش أو كاردز. نقوم بالضغط على زر القلم، على رمز القلم، ثم نختار ماذا نريد إضافته. مثلا فيديو، نضيف أي فيديو. أضيف في بداية الفيديو. سنقوم بجره قليلا، وهنا نكتب إذا أردنا أن نكتب شيئا ما، ميساج بيرسوناليزي. وهنا أقوم فقط بإضافة الفيديو، ثم أقوم بإضافة بطاقة ثانية. عندنا حق في إضافة 5 بطاقات على أقصى تقدير. البطاقة الثانية هي، البطاقة الثالثة يمكن أن أضيف بلاي ليست. وهكذا البطاقة الرابعة. المهم يمكن إضافة 5 بطاقات ونضعها حيث نريد، ثم نضغط على انرجستري. إلى هنا نكون قد شرحنا البطاقات. هكذا تظهر البطاقة. تواصل الجزء الأول هكذا بالضبط تظهر البطاقة التي قمنا بإضافتها. إذن إلى هنا نكتفي. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الفيديو السهل جدا، والذي مفعوله كبير على زيادة مشاهدات القناة وزيادة ارتباط الجمهور بقناتنا.